بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة أحبائي ومتابعين الأفاضل هنعمل تجربة ونجرب تجربة، فحبيت أشارك حضراتكم معايا. أنا عندي شجرة سدر أهي زي ما حضراتكم شايفين. الشجرة دي بقالها فترة طويلة لا بتطلع أوراق جديدة ولا الفرع ده بيكبر، حتى بدأت تذبل من قدام. فأنا جالي فكرة إن أنا أحول الفرع ده هوت إلى شجرة، يبقى هو الشجرة الأساسية، يعني أخلي ده يبقى الجذر كله وأخلي الفرع ده يبقى هو الفرع الأساسي للشجرة، بحيث يكون في فرصة إن هو يكبر وينمو. فأدي القصيص بتاعي، التجربة اللي أنا هعملها، اللي أنا هتقوم على إيه؟ اللي أنا هحول الفرع ده كده أخليه كده، شايفين حضراتكم؟ يعني هدفن الساق دوت في التربة بالكامل، والفرع ده هو اللي هيكون فرع أساسي. فأنا عملت حفرة أهي بامتداد القصيص بالعرض اهو، بحيث انا هشيل القصيص ده وانزل الساق بعد ما اقص الطرف اللي فوق دوت، واعمل خدوش هنا بحيث في الساق هنا بحيث تعمل جذور اهو. هنطبق، بسم الله، هنيجي هنا نقطع من هنا حتى باين اللي هو فيه نسبة اليابس، وبعدين هاجي اعمل خدوش بالمقص بتاع كده، بحيث دي تديلي فرصة ان هي اماكن الجذر يبدأ ينبت منها اهو زي ما حضراتكم شايفين. نعمل خدوش كده. هنيجي بقى للخطوة اللي بعد كده اهو، هنيجي بقى للخطوه اللي بعد كده. ما انا بعد ما عملت خدوش هاجي اقص القصيص بتاعي دوت اهو من هنا لتحت، بحيث افك البلاستيك عنه اهو زي ما حضراتكم شايفين. انا قصيت العلبه من الاتجاهين اهي، بحيث يسهل ان انا اطلع الجدر بالتربه اهو اهو. هاجي اسمي بسم الله اهو، اديني دفنت الساق بالكامل اهو. ده الفرع اللي انا بقول هخليه الشجرة الاساسية. اجي بعد كده احبائي ادفن الفرع اهو، انزل التراب اهو. طبعا الفرع ده ان شاء الله هيعمل جذور كله. بسم الله، تمام. وبكده أحبائي أهو بقى الفرع اتحول لشتلة او شجرة عندي. بكون مجهز مية عندي وابدأ ارويها عادي. دلوقتي احبائي بعد ما الفرع اتحول للشجرة الرئيسية، اجي بكون مجهز مية اسم الله واغمر المكان بالمية. طبعا المية هتنزل للفرع بالكامل اهو ما شاء الله،
بالنسبة للرية أحبائي أنا برويها في أول أسبوعين يوم ويوم بحيث الساق يبدأ يكون جذور. بعد كده أحبائي ممكن يعني مرتين في الأسبوع، وبفضل الله الفرع ده يكبر ويبقى شجرة. وممكن كمان أجرب الطريقة دي على أي شجرة عندي بنفس النظام فيها فرع كويس وهي دبلانة، ممكن أدفن باقي الساق وخلي الفرع الأخضر الكويس هو الأساسي. أتمنى أن الفكرة تكون كويسة وإن شاء الله تعجبكم وإن شاء الله تنفذوها عندكم. وما تنسناش أحبائي ومتابعين الأفاضل بدعمكم لنا بالاشتراك في القناة واللايك والشير وتعليقاتكم الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.